فوجئنا في الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع بمنع الوقفة التي كان من المرتقب أن تنظم كتعبير رمزي وبسيط من طرف ساكنة الدار البيضاء على تضامن مع الشعب الفلسطيني الأبي. فلسطين التي تربطها بالمغاربة ارتباط تاريخي وارتباط عقدي وارتباط إسلامي، لا ننسى باب المغاربة ولا ننسى حارة المغاربة. ففوجئنا كباقي الشعوب العربية والإسلامية التي خرجت لدعم هبة المقدسيين في باب العمود وفي التعبير عن رفضهم لانتهاكات الصهاينة في حق المسجد الأقصى. لاحظنا اليوم قامت مجموعة من الصهاينة والمستوطنين وسلطات الاحتلال باقتحام المسجد الأقصى وتنكيل الفلسطينيين، فلا أقل من أن نعبر بصوتنا تضامنا مع هذا الشعب الفلسطيني في مطالبته بحقوقه العادلة والمشروعة. الجبهة اليوم دارت هذه الوقفة باش تعبر فيها على المساندة ديال الشعب المغربي قاطبة للمرابطين والمرابطات بالمسجد الأقصى، ولتعبير عن شكرهم وعن الامتنان لهم ولتهنئتهم على النصر الذي حققوه بحفاظهم على المسجد الأقصى دون أن يتدنسه قطعان المستوطنين. وأيضا من هذه الوقفة نعبر فيها عن تنديدنا بالصمت، صمت المنتظم الدولي الذي يدعون بأنهم أسياد الحرية والديمقراطية، نراهم اليوم يصمتون أمام جرائم القتل وجرائم التنكيل بالمسالمين في المسجد الأقصى بالناس وهم في أداء حق العبادة. هذه ملحبة اليوم، ملحمة خطها أبناء هذه المدينة. هذه المدينة شهدت على ما في التاريخ مسيرات ديال الآلاف وديال الملايين في المغرب، ولا يمكن إلا أن نفي بالعهد وأن نبقى على العهد. اليوم ما وقع في القدس من تدنيس لتلك الأرض الطيبة المباركة من عبث بالقدس الشريف لا يمكن أبدا أن يقبل به عاقل قبل أن يكون مسلما ولا مناضلا ولا شريفا. العاقل لا يقبل ذلك أن تدنس أماكن العبادة. هذا واجب المغاربة كان ولا يزال إلى يوم الدين، أن يقفوا مع تلك الأرض الطيبة المباركة لهي أولى القبلتين وهي ثالث الحرمين الشريفين. لن نوقع ولم نوقع يوما أبدا مع إسرائيل. من وقع اليوم يتحمل مسؤوليته. أقول لمن طبع هذه نتيجة توقيعكم، هذه نتيجة تطبيعكم. ها هم اليهود الغاصبون، مدوا الأيادي والأرجل، ها هم الغاصبون دخلوا إلى القدس الشريف. كنتم تنتظرون بتطبيعكم أن يكون وضع آخر، قلنا لا. هؤلاء قتلة الأنبياء، هؤلاء خانوا العهد والمواثيق. لا يمكن أبدا في يوم من الأيام أن نكون معهم من الموقعين. سي العثماني تبارك الله عليك، انظر كيف وقعت وانظر ماذا يقع اليوم، وتحمل مسؤوليتك في التاريخ والجغرافيا. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.